الله ينور يا ابو احمد. الله يبارك فيك يا اخي. انا شايفك يعني كده خايف المايه لا تزيد منك. و هو انت امال زرع ايه؟ كزبره وشمار. كزبره وشمار. عشان كده انت خايف من المايه خالص يعني. ايوه لازم. عشان ايه؟ لسه في البدايه. احنا في البدايه حبيبي. يعني يعتبر دي اول ريه للشمار والكزبره؟ تنشيل يا مولاي. تنشيل. عندك شو عشان ايه؟ الكزبره راسها راسها شويه تخدش. لازم فيها تنشل على اللين كده زي كده. يعني انا شايف الارض لينه لسه. ايوه لينه لازم. وعلى الرغم انك قاعد تدخل فيها الميه. تمشي فيها مشي كده. تمشي فيها الميه. مشي. يعني ده عشان خاطر الكزبره تخدر. عشان الكزبره تخدر. الله ينور عليك. تقول راسها ناشفه؟ بس الشمار حاليا عليها فيه نبت. الشمار بدا ينبت. الناحيه الثانيه هذا كزبره. دي الكزبره. دي كزبره. دي المكان اللي تتبل ما تخدرش. لو ما تبلتش ما تخدرش. لا تخدرش. يا لازم تدلوها بلد اقدر ماشي فيها الميه عشان ايه تنقع عليها الميه يطلعها ال وال طب هو يعني انت زرعها من كام يوم كده؟ حاليا دلوقتي لها النهارده الخامس. النهارده الخامس؟ وعلى الرغم كده تروّيها؟ لازم. لو تاخرت لو غير الايام دي ثلاث ايام بتمشي. يعني لو جو شديد شويه حار شديد على ثلاث ايام حر الجو دلوقتي. الحمد لله. طب هي الطراوة افضل بالنسبة لها للتخدير ولا للحرارة؟ لا الطراوة طبعا. الطراوة افضل. حتى الزرع كله يطلع يعني يطلع غزل. يعني الغلة نفسها كلها تخدر. تخدر. لكن في الحر مش حاجة تغير فيها. بس انا طبعا ماشي معاك بسرعة عشان خاطر انت يعني المية ما ينفعش تزيد عندك على الكزبرة. لازم. لان لو زادت برضه ممكن تأذي معاك. الله ينور عليك. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. بص بس كده الشمار. والله فعلا. والله شوف. بص كده. كده الشمار بدأ يطلع يا جماعة. ابتدى ايه؟ يعني لو انتم شايفين معايا الشمار بدأ يطلع. اليوم الخامس. اليوم الخامس ده. ولسه الشمار في اليوم الخامس. الشمار في اليوم الخامس ده. فبدأ يبزبز ودينا بنروي على الرغم من الأرض لينة. دلوقتي شوية المية دي راح تطلع اللي هو النبات في يعني الغلة اللي ما خضرتش اللي ما طلعتش تطلع مع المية دي. الله ينور عليك. لازم تطلع. هي ما فيها حاجة ما خضرتش كلها تطلع مع بعضها. الكزبرة دي ما فيش حاجة فيش نبات خضرت فيها. يعني الشمار يخدر قبل الكزبرة. الشمار منبت. لأن اللي حباها هنيته ايه؟ أطنيخة بسرعة غير غير الكزبرة. غير الكزبرة. طب صح يقول ان الكزبرة يعني عادي الحباية بتاعتها تكسرت ما تكسرتش نص كاملة كلها يخدر ليه يعني؟ تخدر امتى؟ تخدر الكاملة الكاملة تخدر من الايام دي رايح. اما المكسورة تخدر في السيف كده بكون الدنيا حر. يعني تسهل على الزرع. عشان تسهل في طب والمكسورة برضو الايام دي تخدر اكثر طبعا صح؟ ايوه طبعا. يعني سواء كانت صاملة او مكسورة تخدر في الجو الرطب. من وقت رايح الصاملة تترمي. الصاملة تترمي. الصاملة تترمي. لان التخدير بيبقى سهل شوية. اما في الصيف في الحر. الصيف لازم تكون مكسورة. تكون مكسورة. لكن رميتها بتاع دي لازم تترمي في ارض تكون ايه مثلا تحت جناين تحت جناين لو هي الصاملة. هو اللي عمل كده دلوقتي. بص بتاع الاحمر ده رشيته ده. الاحمر؟ اللي ايه اللي انت رش ده صح؟ ده رده خلطه رده يعني ممكن كده كده ظاهر في الكاميرا يعني. نخال اللي هو النخال. الخلطه دي ايه طب عباره عن ايه وايه؟ دي خلطه حبه عباره عن الحاجه البني دي يا جماعه. ايوه عن سم صبغه. صبغه؟ سم صبغه. يعني اهواتي يا جماعه برضو اللون المكونات بتاعته ايه؟ هو سم عجيب سم صبغه من السم اللي هو بتاع الفارده. سم الفارده. راح تخلطها في سم بتاع البياضه اللي هو بتاع العفن. عفن الجذور. الاحمر ده هذا. حتى تضربه في بعضه تعلبه مع برطمانه عسل. او برطمانه سكر تدوبها كده وتحطها فيه. بس يطلع يرى عليها بالليل ياكل الداب ياكل الحرات بتاعه. الحرات ياكل الخلطه دي من الخلطه دي. ياكل الخلطه بحيث ما يطلعش النبات من تحت. الله. دي انت هتعملوها طبعا قبل أحسن يعني من الرش. افضل. لا لما يكون ده بالنسبه للحرات. اللي هو الدود اللي هو الدود اللي هيطلع يحرث في الارض يخليش النبات يخدر. يعمل زي ايه؟ زي شويه تراب كده زي هوري لك انا. يعمل لك زي شويه تراب زي كده. بص كده.
الحرات؟ الحرات ينخر كذا ينخر. يقوم ينخر هنا يطلع بتاع ال فتلاقيه يقص الدور بتاعت النبات نفسها. هو لو حالت تحت هنا مش هتخدر النبات. مش هتخدر ويقوم يقول حطوا له الركبه دي مع العلفه اللي اسمها علفه. اسمها علفه. ايوه او فلفه. والسم اي سم يعني من السموم اللي هي بتاعت الزرع دي. سم بالتبان، سم للد، اي حساب. يتخلط مع الردة مع العسل. مع العسل. ايش ياكل فيه ويستطعم الطعم. تمام. بس اهم حاجه طبعا في ري الكزبره والشمار ان الميه تكون سريعه. شوف يا جماعه عشان خاطر يعني الميه تبقى سريعه، افتح من ناحيتين في الحوض بحيث الميه تمشي بسرعه في الحوض. وبعد كده يقفل منها بحيث تقابل الميه بعضها. ويعني يعتبر احنا لو بصينا في اخر الري بعد كده نلاقي الحوض الاول يعتبر انشف. يعني كشت منه الميه. اهم حاجه دي تحرس الميه في الشمار، يعني تحرس الشمار من الميه. طبعا. طب يا ابو احمد انا شايفك يعني النهارده هتسقي بالمكنه الصغيره اللي هو الماتور، ماتور كوبوتا ده. ليه؟ طب انت مش دايما هتسقي بالمكنه الكبيره؟ ايوه لازم يكون ميه خفيفه والماتور يكون متحكم فيها يعني. لازم الكبوتا ده عشان تتحكم في الميه. لكن لو شغلت المكنه الكبيره مش هتتحكم في الميه، هتتعك الدنيا معاك. عشان كده هتطفر من هنا وتطفر من هنا. عشان كده انت شغال بالمكنه الصغيره. ايوه قناه واحده. في ري الشمار زي كده والكزبره ينفع واحد بس ينجب مكنه كبيره في الري؟ لا. لو مساحه كبيره لا طبعا، لازم يكون كذا واحد. لازم يكون اثنين اقل حاجه، ثلاثه. عشان يحرصوا، عشان يحرصوا الميه. ايوه. اقل حاجه يكون اثنين. فاهم حاجه في الشمار والكزبره ان تحرصهم من الميه يعني. ايوه عشان خاطر ما يجيبش عليهم الميه.